سلام البنات، خواتي خواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحيحه؟ اماركم مزيان؟ ونقول لكم هذا الفيديو ديالنا صباح الخير ولا مساء الخير. المهم نبدا لكم هذا لا فيديو من الصبيح ديالي. المهم تنقول لكم حنايا نهار جديد وحياه جديده وصحيحه جديده وروتين جديد خواتاتي، وتنقول لكم صباح الخير عليكم. المهم غنبدا لكم من الفطير ديالي، وهنايا تنبداو لا فيديو ديالنا بصلاتنا على نبينا الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهلي واصحابي اجمعين. خوتي هنا يا خواتاتي، المهم راني عجنت بكري وعجنت الخبز صافي، وحيت منو هاد البخماره كبيره من باش نفطروا انا والوليدات ديالي. المهم هاد الفيديو راه ديال نهار الحد، نشارك معكم الفطير والغديوه ديالي ديال نهار الحد. ايوا هنايا طيبت كما قلت لكم، عجنت العجينه وانا نحيد هاد الخبزه كبيره. ايوا عمرنا بريد ديال اتاي، بريد حلو، بريد مسوس كيف ما العاده. صافي وهذه باقا سخونه، وراكم عارفين بحال هكا المخيمره ديال الزرع كيفاش تيجي وتيجي حلو. المهم كنت عجنه الفارينه والقمح، المهم تبارك الله تيجيو حلوين. ايوا صافي واحد الفطور بسيط اخواتاتي، اللهم ديما نعمه وحفظها من الزوال يا ربي. المهم صافي فطرنا، وقلت غادي ندوز ندير الغديوه، وقلت علاش لا نشارك معكم النهار ديالي ولو نهار بسيط. المهم داكشي اللي قسم الله اللي درتو راه تنشاركو معاكم اخواتاتي. اللي باقي ما اشتركش ينزل يشترك، فعلوا المربع الاحمر من الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال اختكم سعاد فضلا وليت امران. ايوا قلت لكم ها الكويز ديال اتاي، ما كرهتكمش تجيو تشربوا معايا. المهم هنا قسمت ديك المخماره كبيره، باقا سخونه وتيجي رطب وزوين، وكاك اختي مع شي زويته بلديه ولا مع زبيده بلديه تخوى فوق منه ولا عسيله راه ما تقنعوش منه. المهم انا حطيت غير وحده وحده، راه كانت باقا تطيب. المهم قلت زعما نحط بعدا هذيك وعاد نكمل الاخرى الطياب، راه درت زيت الطيب. ايوا صافي هادشي اللي كاين اخواتاتي، وتسمحنا لتتها ولي تتوحم خيركم في دياركم نتوما لي جديده والموجوده. هادشي اللي كاين احبابي. والمهم هنا غندير الغديوه ديالنا الحوت، وقلت علاش لا نشارك معاكم نهير ولو نهير. تبارك الله العيالات كاع حد كات، الله يعطيكم الصحة. أو دابا راه ولاو تبارك الله رجال وعيالات أختي، ولا كلشي حادك. إيوا الله يحفظكم يا أحلى متتبعين، أو شنقول لكم شكرا لكم على الكومنتيرات الزوينة ديالكم، وشكرا على المشتركين الجداد والقدام، شكرا لكم دار داركم القناة قناتكم. وهنايا كيما قلت لكم ها نتوما يا العجينه، باقا دابا عاد غفطرت وعاد دست باش نطيب. ايوا صافي هنايا اختي راه شعلت الفرن رميت الخبز ودست اختي هنا، راه بديت وعاد بديت لكم التصوير. المهم قبل ما شاده بيد تصور لكم بيد تنحرك بيد. هنايا درت الزعلوك، صافي درت الزعلوك والفلفله ومطيشه، تيجي زوين مع الفلفله ومطيشه الثومه الربيع، راكم عارفين الهريسه تحميره الكمون قزبر حبوب، وعندي تا غندير تا قرعه كورجيت غنشرملها حتى هي، راكم عارفين الحقه وطريقه بالثومه. داكشي اللي درتو في درت فيها شويه البزار شويه سكينجبير المطيشه الثومه الربيع، صافي هادشي اللي كاين. وهنايا عدي هنايا البنات الشرن، جاب ليا مول الدار الشرن. انا هاد المره عرفتي البنات واحد الطريقه تيجي بنين ولذيذ. صافي نقيته وغسلته وصافي، درت شوف ديك الباطا ودرت عليه الملحه والحامض، عصرت عليه الحامض مزيان والملحه والكمون البنات، وخلطته مزيان زعما دخلت فيه ديك الملحه وداك الكمون والحامض. صافي درت شوف ديك الباطا وخليته قد ما خليته تيشرب مزيان البنات. انا صبقته الاول الاول رقدته هكاك ودرت معاه طريفات ديال الحامض وخليته في ديك الباطا. صافي تبغاو تقليه وغادي تلقاوه واجد. وهنايا عدي مطيشه راني طحنتها البنات، طحنتها هي والفلفله. المهم بغيت نصايب لاصوص حتى هويا، درت معاه الثومه حتى هو الكمون التحميره شويه البزار شويه قزبر حبوب صافي، وشويه الهريسه اللي تيبغي لاصوص حاره. ايوا صافي هنا راني سلقت ثاني شويه الباربا وشويه البطاطا. المهم انا هنايا راه تتعصر ليا اميمه، تتعصر ليا الليمون. المهم تنشارك معكم غير لقطه لقطه وصافي.
هنايا البنات البطاطا راه هي الطريقه باش ندير ليها تنقيها صافي نغسلها و تندير عليها الملحه والخل البنات باش نخليها مرقده فيه تجي هكا البطاطا بنينه تدخل فيها ديك الملحه والخل. وهنا راه كيما وريتكم الليمون العصرات و الامامه فهاد العصاره الصراحه البنات نافعاني والله الا نافعاني. وهنا غندير واحد العصير اللي هو عصير زوين اختي باناشي. المهم عندي البنان عندي سميتو الكيوي عندي بوعويد تفاح الخوخ والبنان والبوعويد البنات. المهم واحد العصير اللي هو زوين فهاد الصهد اختي. وهنايا صافي بغيت نقلي الفريد دابا صافي راه درت الزيت يسخن مزيان صافي ودرتها في ديك الشبكه باش تسقطر ودرت فيها شويه الملحه مازال درت الزيت تعير واحد شويه حيت انا اصلا كنت مرطبه بالملحه. صافي الزيت راه سخون اختي هنايا راني دزت باش دابا غدا ندوز باش نرميها. المهم الزيت يكون سخون مزيان باش ما تجيش البطاطا ديالكم شاربه الزيت يكون الزيت سخون مزيان وتكون البوطه مجهده الفريت الا كانت البوطه ناقصه تيشرب الزيت. وهنايا صافي رميت في هذا المقله الصراحه تعجبني في قليان عندي غارقه وما تتلصق ما تتحرك ما والو الفريت. صافي هنا الطريقه تنديرها دائما البنات تنرمي البطاطا وتندوز نخوي عليها الخل البنات تجي البطاطا مقرمشه وتجي مقرمشه وما تتشربش ليا الزيت والله البنات الفريت تجي زوينه. ومازال عندي طريقه اخرى ان شاء الله دابا نشاركها معاكم. المهم تجي الفريت تتاكل يا اختي ما تتشرب لا زيت لا والو وتجي لذيذه بحال ديال المحلات وكثر كاع. ايوا هادشي اللي كاين اخواتاتي. المهم شاركت معاكم الغديوه ديال نهار الحد الفطره ديال نهار الحد. المهم هنايا البنات كما قلت لكم حيت داك الزعلوك والكرعه راه ما كتسبقتهم هما الاولين وجدوا صافي حيتهم على جنب. دابا هنا راه تنقلي الفريت هنا هي طابت ما تنخليهاش زعما تتحمر بزاف واخا انا عزيزه عليا تحمر مزيان. المهم صافي درت ليها المهم راها طايبه يعني ماشي تحرك بزاف صافي تبارك الله العائلة راه كلشي تيعرف يقلي الفريت راه دراري صغار تيقليو الفريت. المهم انا عيت نشارك معكم النهار ديالي كيما قلت لكم البساطه ديالو ولا هو اختي راه شي حاجه قليله وتخرجي منه الكثير. ايوا بعدا راه شي شويه اختي البطاطا بدات تتراجع شي شويه والله الله يلطف بينا يا ربي ويجعل هذا الشيء ولا صبات الله يجعل علينا رحمه ومغفره للذنوب يا ربي وترزقنا وترزقكم الصحيحه والسلامه والرزق وطول العمر يا ربي. واللي ما تزوجتش الله يرزقها الزوج الصالح وراحت البير واللي ما ولدتش مسكينه تاهي الله يحل الحزامه. وفي هاد العواشر اللي جايه يا ربي يا ربي تحن على كل واحد والله ينجح وليداتنا ووليداتكم يا ربي. الامتحانات هذا الله ينجح وليداتنا ووليدات المسلمين يا ربي والله لا يضيع شي واحد في التماره ديالو يا ربي. وهنا شوفوا البنات كيف شفتوا الفريت راه تجي البنات مقرمشه وتجي ناشفه راه شفتوا البنات تجي ناشفه هاي الكاميرا ما عطياش حقها وصافي. وهنا كنت باغا ندير الحيره في الليل صافي هنايا درت واحد شويه الطماطيشه درت شويه طيب وصافي ونخليه على تيسع باش يبرد باش ملي بغا نطحنها نصيبها بارده صافي. انا تندير فيها البنات لا ما لا والو شفتوا البنات الفريش كيفاش تيجي هذيك الماطيشه البنات تنديرها هكاك بلا ما بلا والو وتنقص عليها البوطه على اقليه على اقل جهده زعما راه هي تطلق داك الماء ديالو بس صافي تطيب تنطفي عليها نخليها تبرد. وهنا دزت بغا نصيب اختي العصير كيما قلت لكم البنان الخوخ التفاح البوعويد وكاين عندي سميتو كيما قلت لكم الكيوي صافي. هنايا راه درت عليه داك الليمون كامل عصرته وعصرت معاه واحد الحامضه البنات راه تيجي العصير زوين بهذه الطريقه هذه ما بغيتو تزيدوا فيه حتى الخيار راه هو تيجي معاه زوين. المهم داكشي اللي عندكم في الفواكه ديروه انا داكشي اللي عندي. المهم راك ديرهم في المجمد في الماء تكون عندي الديسير بحال كنجيب الديسير تنخزن شي شويه بحال هكا في الباطه صافي ونخلي هادشي اللي تندير صراحه باش لقيت اللي تنبغي ندير العصير تلقاه موجود. وهنايا راني اختي دزت بغيت نقلي الحوت ديالي. المهم صافي درت شويه الحبيبه وصافي زدرت فيها واحد شويه الثومه بودره
وشويه شويني البنات باش تيجي الحوت ديالي بنين. والصراحة هذه الطريقة اللي كما قلت لكم ديال الملحة والكمون والحامض ولا الخل راه تجي زوينة، خصوصا تخليوها في باطة ماشي ديروها في شبكة، في باطة باش تيدخل مع هذاك الحامض تيجي بنين. وهنا راه مرمت الحوت ديالي كامل وخليته باش تجيني الطريقة سهلة بلا ما نبقى نمرمت حتى نحط حتى نكرفس كاع الدنيا. صافي تنمرمدو ونحطو في الطبسيل ونخليه. صافي هادشي اللي كاين اخواتي، نتمنى من الله يلقاكم هاد لا فيديو بخير وعلى خير، وانتم تتجاهدوا اختكم سعاد. وما تنساونيش دائما من البصيمه ديالكم والبارطاج القناه وقناتكم يوميات سعاد وياسين. تنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وتنتمنى من الله كاع تدوزوا عندي القناه الثانيه يوميات سعاد وياسين البسيطة. ما تنساونيش حتى هي اشتركوا عند اختكم سعاد، وعاونوني اخوتي بالبارطاج قناتي وقناتكم، والله يحفظكم ليا. وهذه هي الغديوة ديالنا، والمهم قليت شوية الفلفلة حتى هو صايبنا ديك الباربة والبطاطا. صافي هنايا راني حطيت شوية المايونيز شوية الكيتشوب ولاصوص والفريج، واللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال يا ربي. كما قلت لكم اخواتاتي راه من القليل تخرجي من الكثير. وهنايا داك الزعلوك راه جا حار وزوين يا اختي، تيحمق الزعلوك حار. ايوا صافي هنايا العصير، المهم اللي تتكب العصير، العصير جا زوين البنات كما قلت لكم في هاد الصهد. والله الا اي حاجه تتخلطوا هاد الديسير اللي عندكم بحالكم فين ما تجيبوه بزايد تتخزنوه بحالكم شي شويه في باطه، والوقت اللي تبغوا ديروا العصير تلقاوه. وهنا الحوت راه درنا فوق منه شويه الحامض، ومهم غدي هو بنينه وزوينه اختي، واللهم ادي ما نعم وحفظه من الزوال وتسمح لنا لتتشهى ولتتوحم. وهنا خوتي الفيديو ديالنا غيسالي، تنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم سالمين غانمين اخوتي، وبالسلامه عليكم حتى لا فيديو الجاي، واستودعكم الله.